بدايه النهارده كويس يا اسلام، هو ده اللي هيكسب. مظبوط، لكن هو ده المعيار اللي انا بتكلم عنه. دي كرة على اليمين اهي، والكره على الشمال. الكره اللي على اليمين دي كره محمد هاني يا اسامه يا كابتن شريف، زي ما حضرتك هي نفس اللعبه بالظبط. عبد الله لومالا لاعب نادي بيراميدز كان داخل منطقه الجزاء ولم يتم احتسابها ضرب الجزاء. الكره الثانيه دي محمد هاني تم احتسابها لمسه يد على محمد هاني. اللي شايف حضراتكم ان انا بقول حاجه غلط يقول لي، اللي شايف ان انا بقول ان الكلام ده طبعا بنقول ان هناك اخطاء اخرى كثيره جدا داخل الفريق، او اخطاء مهمه حصلت في الفريق فنيه، ولكن برضو احنا تم ظلم النادي الاهلي النهارده في هذه الكوره. نفس المعيار، لو حضرتك الكره الثانيه دي بتاعت محمد هاني لم يتم احتسابها لمسة يد كان الموضوع خلاص انتهى. نفس المعيار بيطبق هنا وبيطبق هنا. على فكرة الشاشة اللي أمام حضراتكم دي مقسومة اتنين، واحدة عند محمد هاني اهي اللي جت في ايده، والناحية التانية على عبدالله لومالا اللي جت في ايده. نفس اللعبة بالظبط، نفس الشكل، نفس كل حاجة. دي لم يتم احتسابها ركلة جزاء، والناحية التانية تم احتسابها لمسة يد ضد محمد هاني. ده جزء من الأجزاء اللي ساهمت في هزيمه النادي الاهلي النهارده. نحن لا نبرر ان النادي الاهلي هزم النهارده بالتحكيم، الكلام ده واضح وصريح، والكابتن شريف قاله في بدايه كلامه، وقال هذا الكلام، قال لك ان السبب الرئيسي من وجهه نظره هو وليد ازارو. كابتن بلال قال ان السبب الرئيسي هو التغييرات الكلاسيكيه اللي بيعملها مارتن لاسارتي. الكابتن اسامه قال ان الناحيه الدفاعيه محتاجه فيها شويه تطوير، وايمن اشرف لم يتحمل المسؤوليه كامله في هذه المباراه، كان لازم يبقى افضل من كده. فخدوا بال حضراتكم بس من الكلام اللي احنا بنقوله، مش كل حاجه احنا بنقولها بنطلع نقول اللي احنا شايفينه فقط، احنا ما بنقولش حاجه ثانيه، احنا بنطلع شايفين ان هناك اخطاء تحكيميه. الخطأ التحكيمي ده واضح أمام حضراتكم، نفس المعيار هنا لم يطبق وهنا طبق. هو ده من الأخطاء التحكيمية اللي أثرت بشكل سلبي على المباراة، أو أثرت في نتيجة المباراة. ولكن وليد أزارو يتحمل، جهاز الفني بالكامل يتحمل، بيني وبينكم كل اللاعبين يتحملوا الهزيمة اليوم. كابتن، الناس بعتها بتتكلم بتقول لماذا الإصرار على وليد أزارو وإحنا ما عندنا